طب اقول التشكيل الاول، تشكيل نادي الزمالك وتشكيل فريق البنك الاهلي. هبدا بالبنك الاهلي، معلش يعني عشان برضو ده هو صاحب الارض، عشان ما يتقالش ان احنا في قناه الزمالك ما بنعملش الاصول، لا. تشكيل بنك الاهلي: محمد ابو جبل حراسه المرمى، اسحاق يعقوب وايمن اشرف، سعيد وزنبوري، محمد بسوني، محمد فتحي، احمد الندري، كريم بامبو، احمد مدبولي، محمود قعود، اسامه فيصل. هي فرقه مميزه جدا ولاعيبه كويسه. احمد صبحي في البدلاء، معاذ الحناوي، امير مدحت، سيرجي اكا، احمد سعيد، محمود سيد، احمد ياسر، ابراهيم حسن، محمد جريندو. تشكيل فريقنا النهارده: فريق نادي الزمالك ملكي، فريق الملكي، حراسه المرمى عواد، بيعود عواد بعد فتره طويله جدا، خط الظهر من اليمين الشمال محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمود علاء، احمد فتوح، اثنين في نص ملعب: نبيل عماد دونجا وعمر جابر، ثلاثه امامهم: مصطفى شلبي في الشمال، زيزو في اليمين، نضاي وسيف الدين الجزيري. بدلاء نادي الزمالك: محمد صبحي، حمزه المسلوسي، مصطفى الزناري، حاتم سكر، عمرو السيسي، رؤى وسيد نيمار، وشيكابالا وناصر منسي. تمنيتنا بالتوفيق لنادي الزمالك. ده طبعا صوره حيه من ارض الملعب. اللعيبه طبعا بتتفقد ارضيه ملعب استاد القاهره اللي هتقام عليه هذه المباراه، هي مباراه البنك الاهلي. البنك الاهلي هو صاحب الارض النهارده. ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يكسب هذه المباراه، في مباراه مهمه جدا في سباق الدوري العام.